مشاهدينا صباح الخير مجددا، لقاء تالي بجمعنا مع مها نمور اختصاصية بعلم الطاقة عبر سكايب. صباح الخير مها، واهلا وسهلا فيك. صباحكم النور. مها، اليوم بدنا نحكي عن موضوع بعتقد كثير بهم الكتار، خاصة بهيدي الفترة، فترة الصوم المبارك. ونحن بنعرف قديش يمكن بعد وقت طويل أخذتنا لحتى نكتشف قديش هيدي الرحلة اللي منقطعها بهول الخمسين يوم مهمة، مش بس لأجسامنا كمان لأرواحنا لنفسيتنا. هدينا بعد ما كنا بن أكيد قسم الأخبار ونقل مباشر من القصر الجمهوري، رح نرجع للقاء مع الاختصاصية بالعلاج بالطاقة مها نمور عبر سكايب من فرنسا. صباح الخير مجددا مها، واهلا وسهلا فيك. صباحك نور. اوكي جان، بدي اطلب منك انا لانه مش عم بسمع بال، اذا فيك بس تعليلي صوت مها بالاستوديو على البلاتو. مها بدي اقول لك صباح الخير واهلا وسهلا فيك. كنا عم نحكي قبل ما نكون بالنقل المباشر من القصر الجمهوري عن أهمية فترة الصوم وهول الخمسين يوم وتنقية أجسادنا، ولكن مش بس تنقية أجسادنا، تنقية أرواحنا ونفسنا من كل السموم اللي بتكون تراكمت هيك وتكدست معنا. هلا بدنا نحكي عن الصوم، لازم نبلش نحكي عن نظام حياتنا اليومي. يعني فترة الصوم بتذكرنا إنه في جسد وراه في نفس وراه في روح، وعلاقتنا مع هالجسد هي بتوصلني للنفس والروح. يعني كل تواصلي مع المعدة، مع علاقتي مع الأرض، هي سبب كل أمراضي. المعدة بيت الداء. كرمال هيك أنا بالنسبة لإلي كل يوم بدي يكون عندنا صيام إذا بدي انتبه لصحتي. الوقاية خير من علاج، بل بدي بلش أفهم إنه وقت اللي بيجعني راسي سبب الجهاز الهضمي، وقت اللي بيجعني صدري يعني في غازات، الناس اللي بيجوا لعندي بيتعالجوا من الأبنية ما فيهم يناموا كمان هذا من الأكل، إذا حدا عنده بالبيتاسيون أوكار يعني نبضات قلب سريعة، خوف، قلق، كل أمراضنا هي أمراض نفسية مثل ما بيقولوا، بس هي بالأساس طريقة حياة عم نراكم فيها. بناكل فوق أكل، يعني ما عم بعرف أهضم، ما عم بعرف نظف حالي. عدة طرق لتنظيف الحال، منها هي الهضم أهم شغلة، وبعدين الرياضة بتساعد كل الأعضاء إنها تشتغل، إنها تعمل وظائفها. المعدة مش لحتى نراكم فيها أكل، المعدة لحتى تهضم ويروح هذا الهضم شيء على الكبد ويتحول لسائل حياة، وشيء يتحول لفضلات. لازم هالفضلات تتركنا حتى جسمي يضل نقي ونظيف. طبعا يعني الجسم هو درس لإلنا. بتجي فترة الصوم لتعزلني عن كل ممارساتي الدنيوية الحياتية، لأرجع أتذكر إنه هذا الجسم ما إله غيري تينتبه لي. صح. كرمال هيك منعلم التأمل اللي هو يفوت على حالي، مجرد غمض عيوني مش تنام لحتى بلش شوف مين هيدا الأنا الداخلي، كيف بياكل، كيف بيشرب ليتغذى، مش للشهوات والملذات. ممكن أعمل شهوات وملذات مرة مرتين بالشهر، بس كل يوم بيصير الأكل اللي عم باكله هو اللي عم ياكلني. يعني هو بصير أنا الضعيفة، أنا المغلوب على أمري، أنا يلي addicted، يعني كأنه دراج الأكل كده. مها، هيدي الرحلة اللي بدنا نخوضها من أنه نكون أشخاص منعيش لناكل، وهيدا الشيء اللي منشوفه قدامنا ونحن يمكن بنختبره ببعض من الأوقات لما نكون emotional eaters أو عن جد
أكلنا مرتبط ارتباط وثيق بمشاعرنا لنصير منأكل لنعيش. وين ببلش؟ كيف يعني؟ هل الصوم هو مطرح مناسب نبلش فيه هيدي الخطوة أو هاي الرحلة؟ هيدا بالضبط اللي كنت بدي أوصل له، إنه بتجي فترة الصوم لكل اللي حوالينا، لكل الأديان، لكل إيماننا الداخلي، اتذكر إنه هذا الجسم مش سيارة، هذا الجسم فيه نفس وروح، هذا الجسم كل ما أخذت نفس باخذ الطاقة اللي كنت عم باخذها كل الوقت من الأكل. الأكل هو جوع عاطفي، جوع اجتماعي، جوع مادي، يعني فيني جوع كلكو بار بحياتي، في جوع بنفذه بالأكل لأنه الأكل بيعطيني إنرجي، بس بيعبي لي معدتي بختني. نعم. كثير من التعب من الأكل عم نام. كرمال هيك حتى أنا نوعية التأمل اللي بعلمها، نوعية الموفمون يلي بعلمها، نوعية الدريناج لنفاتيك هي الفراغ، كيف بدي فضي راسي من الأفكار، أقدر فضي راسي، ما بيفضى راسي من الأفكار إلا ما تفضى معدتي. المعدة كثير أساسية بكل جسمي، كرمالك بيسموها بلكسوس سولار، يعني شمس الجسم، منارة الجسم هي المعدة. هاي المعدة بس تفضى، لأنه هي مش بس عم تاكل أكل، عم تاكل أفكارنا، عم تاكل ماضينا، عم تاكل زعلنا، عم تاكل حزننا، عم تاكل كل الإيموشن المعدة بتاكله. إذا ما انهضم الأكل ما فيني هضم مشكلة مرقت معي، ما فيني هضم زعل زعلته، كمان بيتراكم كل شيء بهالمعدة، بيغضب الكبد، بيصير هيك يعمل سباسم، ببطل يشتغل وظيفته. الكبد أهم من القلب، إنه يقدر يهضم الأكل يلي عم تاكله المعدة. إذا قديش قديش منيح إنه نكون عم نبلش بهيدي الفترة بالذات، فترة الصوم عن الأكل، الصوم الجسدي، مع كمان تأمل، وقديش بيساعدوا بعض وبياخدوا من بعض يعني. بدي أقول لك شيء، بدي نبلش بس صوم تكون مقهورة إنه أي ساعة رح تصير الساعة 12 لقيتني، وهيدي النطرة أصعب هي من إني يعني آكل. لازم الواحد حايص وما عايش الصوم بالمعنى الروحاني، إنه يتحول كل حالة لفراغ، فراغ لشو؟ فراغ للنفس، رجع الحياة على حياتي، بس اتنفس، بس اهدى، بس افتح حالي على غير الأكل، على ليزوريزون، يعني آفاق، اطلع بالسماء، اطلع بالبحر، اطلع بالطبيعة، اتأمل مين أنا وقديش أنا رح أعيش وكيف عم أعيش. يعني أنا اللي بدي أعمل جيستيو لحياتي، كيف أنا عم باكل، كيف أنا عم بشرب، ليش بدي أكل هالأكلة مش هالأكلة. كرمال هيك وقت اللي بنعمل تأمل وبهدى شوي، الجسم بيهدى معي وبيصير ياكل من نفسي، بياكل من عيوني اللي عم تشوف أبعد من جسمي، بتصيري إنه تحسي جسمك أوسع، في فراغ أكتر لتقدري تشوفي أبعد، تشوفي كيف بدي أقول لك، بتبطلي بالماديات، بتطلعي على السما. كرمال هيك وقت اللي بيقولوا اذكر يا انسان انك من التراب والى التراب تعود، يعني جسمي تراب بس ما هالجسم في روح. فترة الصوم بتذكرني انه بهالتراب في شيء عم ينبض جوا، لاطلع لفوق، اطلع نحو السما، شوف انه في افاق اعلى بكثير من انا المادية، انا السطحية، انا الارض، انا الارض، أنا التراب، في شيء تاني هو الحياة. كرمال هيك نحن الحياة بتضج فينا، بدي أتركها أوثق فيها للحياة، كون أنا حليفتها للحياة وأعمل الحياة حليفتي، تقدر تفوت الحياة علي وتعطيني حياة، بعدها بهضم
ساعتها الكبد بيشتغل احسن، ساعتها قلبي بيرتاح، ساعتها بنام احسن. كرمال هيك المطلوب بس اني ارجع روق واخذ وقت، وقت اللي بدي بلش اكل ببلش بالماي مثلا لحتى طب تتنضف معها قبل ما يدهمنا الوقت، كامل. النقطة الأخيرة اللي كان بدي أطرحها عليك، لأنه يعني صار وقت نختم، هو هيدا الشيء اللي حضرتك بلشت تحكي فيه. إذا فينا سريعا نقول كيف بينعكس هيدا الموضوع علينا نحن، يعني حكيتي عن الأرق يلي منتخلص منه، حكيتي عن ساعات النوم اللي بتكون، ويمكن حتى كاليتي أو نوعية النوم بتصير أفضل. العالم بتحب تعرف كيف بتستفيد من لما تكون عن جد عم تشتغل بتستفيد بالصوم والتأمل بالشكل انك الصحيح. بتعطي مساحه لجسمك يرجع يشتغل بالميكانيزم اللي ربنا خلقنا فيه، يعني بيرجع جسمي جديد، كأنك عم تنظفي سيارتك صح من رواسب 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 اخذتيها بالماضي، من افكارك لاحاسيسك لجسمك. كما هيك عم بقول الصيام، كل انا بالنسبه لإلي كل يوم بصوم 16 ساعه، يعني باكل اخر وقعه الساعه 6 5 ونص 6 او 6 ونص، لتاني يوم الساعه 12 ونص 1. هيدا الفتره اللي فيها فراغ الجسم بيرجع بياخذ نفس ليقدر يرجع صح يشتغل، يعني الميكانيزم اللي جوا بده شويه رواق. بنام مثل البيبي، بتقومي مثل الملكه، ما بتعودي تنعسي بشغلك، ما بتعودي تحسي كسل، بتعب وكسل. تعب شوي، اوجاع شوي، امراض، يعني كله ببلش بقصه نعم كيف انا عم باكل وليش عم باكل هالاكل ولا لا. جسمك بيعرف، بصير صح جسمك يطلب مثلا شيء حلو، ساعتها بتاكلي فواكه مش سكر، لانه بطلتي مدمنه. الادمان هو اجى من طفولتنا، كيف كنا ناكل سكر لانه وقت الاعياد وقت الحلو صح الشوكولا مربوط بافكارنا باحاسيسنا بالعيد. نعم هذا العيد بده يمرق مره كل شهر شهرين مش كل يوم. انا مغرومه بالكنافه بس باكل كل 6 اشهر مره، لانه بعرف انه مضارة كثيرة أكيد. اكزاكت. شكرا وبعدين كثير لإلك. بس كلمه واحده، الاكل بيجيب الاكل، والفراغ والتأمل والهدوء بيجيب النوم الهادئ، بيجيب حياة مرتاحة، بيجيب صحة. نبتعد عن كل الأمراض إذا ببلش بالفراغ بمعدتي. وصوم أهلا مبارك. وسهلا فيك مها نمور، شكرا كثير لك الاختصاصية بالعلاج بالطاقة، وأهلا وسهلا فيك لا يمل عن جد من الحديث معك والأشياء اللي بنتعلمها معك، خصوصي لما نكون عم نعرف نعمل كل شغلة بالطريقة الصحيحة. أهلا وسهلا فيك مرة تانية. بريك قصير مشاهدينا، وبطلع عليكم زميلتي باسكال بلقاء ما قبل الأخير قبل ما أرجع أطلع عليكم أنا كمان بختام لقاءاتنا، تابعونا.